الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة معرفة الحكمية سوات بالبصرات إن كانت منها فالسابعة صراط الذين إلى آخرها وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها ويقدر في أولها قول ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العباد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جمله خبريه قصد بها الثناء على الله بمضمونها من انه تعالى معلوم لجميع الحمد من الخلق او مستحق لان يحمدوه والله عالم على المعبود بحق رب العالمين اي مالك جميع الخلق من الانس والجن والملائكه والدواب وغيرهم وكل منهم يطلق عليه عالم يقال عالم الانس وعالم الجن الى غير ذلك وغلب في جمع الياء والنون أولو العلم على غيره وهو من العلامة لأنه علامة على موجده الرحمن الرحيم أي برحمة وهي إرادة الخير لأهله مالك يوم الدين أي الجزاء وهو يوم القيامة وخص بذكر بأنه لا ملك زائرا فيه لأحد إلا لله تعالى بدليل لمن الملك اليوم لله ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة أي هو موصوف بذلك دائما كغافل الذنب فصح عقوه صفة للمعرفة إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره ونقضه منك المعونة على العبادة وغيرها اهدنا الصراط المستقيم أي أشدنا إليه ويبذل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية ويبذل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا وغير الضالين وهم النصارى ونقطة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين.